أتم معرض الصناعات والبناء دورته 11، وآخر ما وصلت إليه صناعة مواد البناء والتشييد لخدمة السوق الكويتي، وهذا تحت رعاية مؤسسة الرعاية السكنية وبحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني الفاضل عمار محمد عمار العجمي، وكبار مسؤولي مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. تشرفت اليوم بافتتاح معرض الإسكان والبناء 11، وتجولت بين الشركات العاملة هنا في الكويت التي تساهم بشكل كبير في البناء وفي إعطاء المشورة للمواطنين ومساعدتهم على بناء البيوت، وسنكون دائما داعمين ونعمل من خلال الفريق المتواجد معي في الإسكان لرفاه المواطن ولإنجازات أكثر ولفترة انتظار أقل بإذن الله تعالى. حياكم الله، معاكم أخوكم المهندس عبد الله الموسوي، رئيس مجلس إدارة شركة برافو هومز المقاولات. احنا مشاركين بهذا المعرض، معرض الصناعات والبناء 11 بفندق الجميرة. نقول لكم حياكم الله، الخدمات اللي نقدمها في مجال التصميم وكذلك في مجال البناء. باكيجات عندنا باكيجات كثيرة، منها باكيجات البناء على المفتاح والهيكل الأسود أو أعمال التشطيب المختلفة، يعني أي شيء تبي في عالم البناء موجود عندنا A to Z، من البداية إلى النهاية، من التصميم إلى البناء. نقول لكم حياكم الله وتشرفونا في معرض الصناعات والبناء 11. يمثل المعرض فرصة هامة للمواطنين لا سيما المستفيدين من الرعاية السكنية للحصول على كل ما يحتاجونه في هذا الجانب تحت سقف واحد، كما يلبي المعرض احتياجات السوق الكويتي من مواد البناء. إن الإقبال الكبير واللافت على المعرض يؤكد الثقة التي لا زال يتمتع بها المعرض لدى زواره وكافة الرعاة والمشاركين به من القطاعين العام والخاص. معكم مهندسة عبيل الحبيل، صاحبة حساب ثقافة هندسية. أنا اليوم موجودة في معرض الصناعات والبناء 11. أنا موجودة تقريباً كل سنة معاهم لثقتي الكبيرة في المنظمين والقائمين على هذا المعرض اللي هم إكسبو تاج، وفي الشركات اللي مشاركة شركات صراحة كبيرة ومتنوعة، مقدمين عروض حلوة وخدمات حق اللي مقبل على البناء أو اللي عنده بنيان، حتى اللي يبي يرمم أو اللي ما عنده بنيان بس ياخذ فكرة مثلا عن العروض، عن الخدمات اللي يقدمونها، عن آخر المنتجات. وحياكم الله، تعالوا شوفوا المعرض. معرض الصناعات والبناء يؤكد مكانته كأكبر تجمع وطني متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور، الجودة والأسعار وكثرة العروض السمة الأبرز للمعرض وورش العمل والدورات التدريبية المقدمة من الشركات الراعية وأيضاً من خبراء ومهندسين في مجال البناء والتشييد لكي تساهم في توعية المواطن المقبل على البناء والتشييد. كم ليلى بهمن من مكتب ليلى بهمن الاستشارات الهندسية. احنا متواجدين في معرض إكسبو تاج في جميرة. احنا كمكتب استشاري نقدم استشارات هندسية، وسواء واجهات سواء تصميم داخلي وايضا لرخصة البلدية، وايضا احنا مقدمين عروض خاصة حق اصحاب الرعاية السكنية. اتمنى ان حضوركم تستفيدون من هذه العروض. شكرا. المساحة الكبيرة التي يقام عليها المعرض تتيح للمشاركين توفير كافة المستلزمات الخاصة بمجال البناء والتشييد والديكور لتقديم الخدمة الأفضل للزوار. يوفر المعرض لزواره كافة احتياجات البناء ومستلزماته مثل العزل الحراري والتبريد بأنواعه وسخانات المياه والقواطع الداخلية والأبواب والشبابيك والسيراميك والرخام والأصباغ ومنتجات الإسمنت والحديد والمصاعد والألمنيوم وأطقم الحمامات والزجاج والمطابخ وكافة مواد الديكور وحواض السباحة بأنواعها وغيرها من المنتجات. بالإضافة إلى ذلك تتواجد الجهات الحكومية المعنية للرد على كافة استفسارات المواطنين وكل ما يرغبون في معرفته من إجراءات وتراخيص مطلوبة في هذا المجال.
السلام عليكم، المهندس طوالي المنفي من معرض الصناعات والبناء الموجود في الجميرة من 12 ل 15 ديسمبر. كل اللي تحتاجونه تحت سقف واحد لبناء بيتك، ترميمه أو للتشطيب أي مشروع عندك موجود في الكويت. المعرض موجود بخصوماته والناس موجودين عشان يخدمونكم، والعروض إن شاء الله جاهزة لكم. نشوفكم على خير. السلام عليكم، معكم مشعل عيسى من أسيكو المجموعة. احنا متواجدين هنا في معرض صناعات والبناء 11، متواجدين هنا لأسئلتكم من ناحية مواد البناء الإسمنتية، منها الطابوق الأبيض والإسمنت بأنواعه والبلاط المتداخل، وأيضا متواجدين في قطاعنا أسيكو هومز اللي هو تسليم على المفتاح. متواجدين لأسئلتكم إن شاء الله، وحياكم الله. مساكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في معرض صناعات البناء. طبعا هذا المعرض النسخه ال11 ويحتوي على نخبه شركات الكويت في مجال المقاولات والبناء، ويعني كل ما يتعلق بالمنزل. احنا نحرص ان نكون موجودين ك 360 اف ام في تغطيه هذا المعرض في كل نسخه له. موجودين في الجميره من تاريخ 12 لتاريخ 15 ان شاء الله. حياكم الله وسيدم العروض اللي موجوده، بالتوفيق ان شاء الله الجميع. حياكم الله، شركه اي ال سي للمقاولات، شركه مصنفه باء من بلديه الكويت، متواجدة في السوق من 2006. احنا متخصصون من لتصميم القصائم وتسليمها على المفتاح. عندنا ثلاث عروض بالشركة، عرض الديولوكس وعرض سوبر ديولوكس وعرض الترا ديولوكس. متواجدين هنا في فندق جميرة من 12 ل 15، في خصم خاص لعملائنا اللي حيزورونا معنا هنا في المعرض. حياكم الله. عليكم، يعطيكم العافية، وياكم مهندس محمد حمود من شركة الدوسير الألمنيوم. احنا اليوم متواجدين بالمعرض، نحب نعرفكم على قطاع الدوسري الألمنيوم. في احنا عندنا قطاعين، في قطاع الدوسري، قطاع خاص بالدوسري، وفي قطاع الأكواثيرم الألماني. اللي يتميز اللي احنا نازلين فيه السنة هذه بالمعرض ان قطاع الدوسري أسس أبواب بارتفاع 3 متر اللي متواجدة الحين بالمعرض، وان شاء الله بس تشرفون البوث تشوفونها. غير كذي احنا متميزين بقطاعنا انه يتميز بسبع ربلات دبل جام، وحاليا راح نضيف نقطة ان الجام راح يكون دبل سكريت كأول شركة بالكويت تسوي هالنظام هذا. ويعطيكم العافية وحياكم. شارك بيت التمويل الكويتي كراعي بلاتيني في معرض الصناعات والبناء للسنة 9 على التوالي. هذا المعرض يقام في فندق الجميرة وممتد ليوم الخميس ان شاء الله. حياكم الله في جناح بيت التمويل الكويتي لمعرفة الخدمات والمنتجات التمويلية اللي قدمها بيتك لعملائه. المهندس محمد العنزي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمكتب مهب وقماز الشراكة الهندسية، سعداء للعام الثاني على التوالي في المشاركة في معرض الصناعات والبناء 11 بتنظيم اكسبو تاج، واللي قدمنا فيه على هامش المعرض عدة ورش تدريبية. كانت ورشة اليوم من تقديمي بعنوان ما بين التصميم والتنفيذ، واللي استطعنا خلال هذه الورشة أن نقدم معلومات كاملة للمقبلين على البناء على هامش المعرض. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد المجيد إشراق، مستشار فني في شركة مختبرات إنكو الصناعية. اليوم أنا دعيت لتقديم محاضرة بخصوص أهمية فحص مواد البناء لغرض ضبط الجودة وضمان الجودة للمواد المستخدمة في الحركة العمرانية وفي المنشآت السكنية والغير سكنية. هذا باختصار شديد كان موضوع المحاضرة. معكم عبد الله العامري، مدير عام مجموعة شركات العامري، مقدمين عروض من تاريخ 12 إلى 15 خاصة في البناء، هيكل أسود، مصنعيات، مواد تشطيب على المفتاح. أهلا وسهلا والله فيكم. السلام عليكم، مصطفى شيخ التيمان، مدير شركة بنترون العالمية في الكويت، موجودين معكم الحين بمعرض الصناعات والبناء 11. نتشرف بزيارتكم، نحن عاملين عرض خاص بمعرض صناعات والبناء. مجرد انك توقع معنا السرداب راح نعطيك الحمامات، جميع الحمامات مجانا من دون اي مبلغ. نتمنى تكونوا تشرفونا وسعداء فيكم ان شاء الله. We'll be right back.
معكم ذكريات العتيبي من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن. تحرص وزارة الكهرباء والماء سنوياً على المشاركة في معرض الصناعات والبناء لأهميته في حضور المواطنين والمستهلكين، وإحنا كوزارة نحرص لنشر التوعية بين المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. أخوكم أحمد شمري نائب رئيس فريق الضبطية القضائية من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. إحنا دورنا اليوم كفريق ضبطية قضائية وبالتنسيق مع القطاعات المختصة في وزارة الكهرباء والماء من خلال هذه المعارض والفعاليات نقوم بتوعية إخواننا السادة المواطنين والمقيمين بضرورة استخدام الأمثل للطاقة الكهربائية. معكم أحمد نبعة مدير شركة كويت أرك، شركة متخصصة بعمل الستانلس ستيل، مشاركين لخمس سنة على التوالي بمعرض الصناعات والبناء في الجميرة. نحن متخصصين بعمل الستانلس ستيل من مطابخ ودرب زينات ومغاسل من الكوريان، مغاسل الضيوف، فنتمنى تواجدكم معنا وإن شاء الله بتشرفونا. معكم مجموعة الملة المنتجات الهندسية، حياكم الله بالبوث مالنا. نبي لكم عروض وايد حلوة بالنسبة للتكييف، للكهرباء، للأنظمة الصرف الصحي. اليوم مشاركينا الملة للتمويل، راح نقدم لكم حلول حلوة دفع بالأقساط، فكل شيء موجود بمكان واحد، حياكم الله معنا. السلام عليكم، معكم مهندس سامر صابوني مدير إدارة الإضاءة بشركة اليوسف للإضاءة. نحن مشتركين هون بمعرض الصناعات والبناء 11 بالجميرة، نتمنى أن الكل يجي يزورنا، وعنا عروضات وايد حلوة مثل نور بيتك ببلاش أو نور بيتك من عند اليوسفي. يعطيكم العافية، باسل حجازي مدير قسم التكنولوجيا والأنظمة الذكية من شركة عيسى حسين اليوسفي. هذا القسم رائد في هذا المجال منذ سنوات، يقدم لكم حلول ذكية تناسب كل احتياجاتكم. القسم يقدم خصم خاص 15% لرأس السنة. زورونا بالري خلف الأفينيوز اليوسفي للحلول الهندسية. شكرا. معاكم المهندسة مها بقماز، الرئيس التنفيذي لمعهد كود للتدريب الأهلي ومكتب مها بقماز للاستشارات الهندسية. سعداء في المشاركة في للعام الثاني على التوالي في معرض الصناعات والبناء من تنظيم شركة إكسبو تاج. على هامش هذا المعرض قدمنا عدة ورش، الورش هذه مهتمة في شريحة المقبلين على البناء. قدمت أمس ورشة صمم بذكاء كانت مختصة في مرحلة التصميم بالكامل. أمانة المعرض والورش راح تفيدكم وايد، فشاركوا فيها. معكم ربيع خزندار مدير إدارة المعارض بالشركة العربية للكهرباء، متواجدين بمعرض الصناعات والبناء في فندق الجميرة. عندنا خصومات تبدأ من 25% تصل إلى 70%. تفضلوا شرفونا، إن شاء الله موجودين لخدمتكم. شكرا. تشرفنا بزيارتكم معنا ومستمرين حتى 15 من ديسمبر بمعرض الصناعات والبناء بفندق الجميرة لعرض منتجات شركة كرايتون الكندية المختصة بتصنيع مواد العزل المائي ومعالجة الخرسانات. مستمرين معكم ونسعد بزيارتكم. شكرا جزيلا. معكم المهندس يوسف، مهندس مبيعات من شركة معرفة الألومنيوم والستانلس ستيل. حياكم الله في المعرض. احنا مشروعاتنا ألومنيوم، من كل نمسك الفيلا من A to Z ألومنيوم ومطابخ وأبواب رئيسية، وفي عرض خاص لزوار المعرض 15% على كل عقد يتم لحد نهاية العام. معكم عدنان من شركة دخيل الجسار بمعرض الصناعات والبناء 11 بفندق الجميرة. يسعدنا استقبالكم والتمتع بالخصومات الخاصة خلال أيام المعرض والتسجيل في برنامج الخصومات الخاص بعملاء المناطق الجديدة. حياكم الله. First of all, I congratulate ExpoTag for holding this 11th edition of their exhibition on construction and industry sector. Yes. And I think that the sector which is right now undergoing this exhibition is one of the most important, especially when it comes to the human life. And the moment I entered, I got a feeling that's a true professionalism, you know. All the arrangements which I have witnessed so far, they give a true picture of the real professional effort has been put in. And I really appreciate all the efforts which have been done by you, your team, as well as the management. So we're really looking forward for more trade between Pakistan and Kuwait in the coming days. Thank you very much. السلام عليكم، معكم فرح محمد من إدارة العلاقات العامة في وزارة الأشغال.
عارضين اليوم إنجازاتنا حق 10 سنوات من أهم المشاريع اللي تم تسليمها لوزارة الصحة من قطاع هندسة المشاريع الإنشائية هو مستشفى جابر اللي سلمناه في سنة 2018. وبالنسبة لقطاع مشاريع الطرق تم تسليم جسر جابر أيضا في سنة 2018. يعطيكم العافية وشرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله نكون دائما موجودين وياكم بإنجازات أكثر وأكثر. السلام عليكم، معكم محمد المدير التنفيذي لشركة شرب للمصاعد. الشركة صار لها 8 سنين في السوق، معتمدين لدى الإدارة العامة للإطفاء. كفلت عندنا المصاعد كلها إيطالي، كفالة 15 سنة ضد عيوب الصناعة والتركيب، ومتميزين في السوق بخدمة ما بعد البيع عن جميع القطع في القطع الغيار الموجودة في المصاعد والمكاين والإحبال وأجهزة السيفتي كلها إيطالي، بي إف بي وتو إس جي ومكاين إيطالي جير على أعلى مستوى. عندنا عروض مميزة جدا، حياكم الله في مقر الشركة الرئيسي الموجود في مركز العثمان التجاري في الميزانين. العروض سريعة لحد آخر السنة. أنا عادل محمد حسان مدير عام شركة AMHT جروب. إحنا نتميز في التكييف في المرحلة القادمة الـ VRF بأسعار مميزة. الشركة بتاعتنا في الأوقاف مجمع برج 12 الدور الثاني مكتب رقم 5، والمصانع بتاعتنا في الري خلف الأفينيوس أسيمة 17-17. مساء الخير، حسام بصل قسم العمليات والمبيعات بشركة تبدر للأبواب الداخلية. نحن عندنا أبواب داخلية للغرف والمطابخ والحمامات، وعندنا للخزائن كمان. أهلا وسهلا فيكم بشواخ الصناعية محلنا بمجمع الأسيوية مقابل أي تو زد وبجانب بالنصف. مهندس نوار رفائيل، نحن من شركة مبنى المثالي للتصميم والتنفيذ. نحن نشتغل تصميم داخلي خارجي، مخططات معمارية وإنشائية وهيكل أسود مع تشطيبات كاملة. يعني عندنا خصومات حاليا على المخططات كل المعمارية والإنشائية، ونتمنى تشريفكم عندنا بالمكتب بالسالمية بشارع سالم المبارك، وأهلا وسهلا بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا علي خليفة من مجموعة الهاجر العالمية. إحنا عضو في جمعية الحجر الأمريكية، وتخصصنا جميع أنواع الحجر، الترافنتاين، اللايمستون، الساند لايمستون، الصخور المتحولة، الأونيكس. عندنا طبعا مختلف الأشكال والألوان سواء ترابيع أو ألواح، وتميز أيضا في تشكيلات الحجر، يعني ممكن نعملها بوش هامر، ساند بلاست أو هوند أو إلى آخره من التشكيلات الأخرى. تقدر تشوفون التفاصيل في انستغرامنا الهاجري ستون، وحياكم الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم داود الباشا من شركة هجتك الهندسية. احنا شركة متخصصة في الأنظمة البناء المنزلية. شرفونا في زيارتنا في معارضنا في شويخ، في الري، في حولي. احنا عندنا عروض خاصة للأجهزة حاليا لغاية 24/12. أهلا وسهلا فيكم. حياكم الله، مصنع الابتكار، معكم عبد الغني فايز مدير عام مصنع الابتكار. طبعا اول مصنع اتاسس في الكويت سنة 2004. طبعا احنا متخصصين في تصنيع الابواب البي في سي، وتغنى دلوقتي حاليا في الابواب الدبليو بي في سي اللي هي ضد الميه، تقدر تركبها بالحمامات مدفوله 15 سنه. طبعا عندنا عروض مستمره لغايه نهايه السنه، تقدروا تشرفونا وتزورونا وتاخذوا عروض الابتكار. مصنع الابتكار حياكم الله. مهندسه امل الصراف، احنا هنا عند مكتبنا مكتب امل الصراف للاستشارات الهندسية، خبرة 20 سنة في التصميم والاشراف، وعندنا خدمة جديدة وتقنية جديدة وممتعة بنفس الوقت، خدمة الفي ار، وبالتعاون مع الشركة بريطانية. وحياكم الله، شوفوا خدماتنا. معاكم مهندس مصطفى الرضوي من شركة معمار فيوتشر. نتميز بإدارة كويتية، وشعارنا الالتزام والدقة في العمل وأقل أسعار. حياكم الله. شركة ماي هوم لاستيراد الأبواب من تركيا، وأنواع الأبواب ملامين، بي في سي، خشب طبيعي، خشب مصبوق. مقر الشركة في شويخ الصناعية، مقدمين عرض لزباننا ينتهي هذا العرض في نهاية هذا الشهر، ونأمل أن نكون كفينا ووفينا من هذا العرض، أن نقدم ما هو يرضي الزبون، وشكرا. معكم المهندس علي المسلم المدير التنفيذي لشركة سوبر كونستركشن للمقاولات العامة للمباني، شركة مصنفة جيم بلدية الكويت، مقرها في مدينة الكويت شارع عبدالله المبارك برج ستار الدور الرابع.
نقدم كل ما يخص عالم البناء، الهيكل الأسود والتشطيب ونصف التشطيب. عروضنا مستمرة خلال هذا العام في التشطيب، عندنا الباقة الأساسية وباقة الشاملة وباقة الفي آي بي، وعندنا نص تشطيب اللي هي تشمل الهيكل الأسود والصحي والكهرباء والمساح والعازل. وحياكم الله. السلام عليكم. حالياً مشاركين معرض صناعات وبناء شركة الدروازة العالمية، نازلين بأبواب سيراميك حصري لشركة الدروازة، قطعتين من بريك يوناني مع سيراميك، ومسوين عليهم خصم تقريباً 40%. ونشكر القائمين على هذا المعرض بإذن الله، والله يوفقنا نشارك المعرض الجاي بإذن الله. السلام عليكم. مع حضرتك المهندس محمد صلاح، شركة العنجري للمقاولات العامة. طبعا احنا عندنا يعني شركة مقاولات عامة، عندنا فرع للديكورات، فرع للمقاولات، فرع للمطابخ. تمام. الشركة بتاعتنا طبعا متواجدة او تاريخ انشائها من سنة 98، يعني تقريبا 24 سنة موجودين في السوق. عندنا خصومات حاليا لنهاية العام، خصومات بتبدأ من 10-15%، ان شاء الله تفيدكم باذن الله. السلام عليكم. انا المهندس محمود جابر، مدير المشاريع بشركه سبيل المقاولات العامه للمباني. احنا شركه متخصصين في بناء القسايم، عندنا مجموعه من المشاريع سواء في المطلع او في خيران او في الوفره او في جنوب وغرب عبد الله. عندنا مجموعه من الخصومات الكبيره جدا، ممكن حضراتكم تشرفونا في مقر الشركه في الضجيج، مجمع دسمان، مكتب 25، الدور الاول. شكرا لكم جميعا. معكم المهندسه فجر الرفاعي من شركه خانه ديزاين. احنا مختصين في المقاولات العامه للمباني. طبعا عندنا فكره قدمناها من خلال المعرض، اللي هو فكره البيت المستدام او الصديق للبيئه. هذا النظام يكون عبارة عن أفكار معمارية طورناها بحيث أن تناسب بيئة الكويت من خلال تطوير أنظمة السكاي لايت، واستخدمنا بعض المفاهيم الثانية من بينها السمارت هوم، أنظمة الترشيد والسولار سيل وغيرها من الأفكار في هذا الجانب. زوروني في مقري في مجمع الصالحية، البوابة 7، الدور الأول. بهاء أبو خالد، بزنس ديفلوبمنت مانجر من مجموعة صناعات البحر. إحنا شركة صناعية بالأساس متخصصة في صناعة السيليكون والأدهيسيفز والديترجنتس، مقرنا في صبحان. عندنا قسم آخر اللي هو شركة تجارية متخصصة بالحلول الإنشائية. شكرا لكم. منطقة مجزر للتجارة العامة والمقاولات، نشاطها هيكل أسود، تشطيب على المفتاح، المقر الكويت شرق، شارع خالد بن الوليد، عمارة القزم رقم 10، الميزانية المكتب 14. عروض آخر السنة: مخطط المعماري الإنشائي، مخطط ديكور، مخطط صحي، مخطط كهرباء، هدية مجانية من الشركة. كمان العرض كمان زايد عليه المصعد، هدية مجانية، الشطر هدية مجانية. معكم أحمد بن أحواض ماس. شركتنا النهاردة بتقدم لكم أحدث العروض الخاصة في أحواض السباحة. اليوم إحنا بنعطي كفالة 20 سنة على الخرير والتهريب. اليوم ان شاء الله والاخر شهر 12 بنعطي خصومات لاي عرض سعر تم الاحواض ماس 10% من قيمه عرض السعر. معكم مهندس عماد زهران. احنا شركه في ار فيوتك، شركه بريطانيه، متواجدين حاليا في السوق الكويتي بالتعاون مع مكتب امن الصرافه للسودانسيه. خدماتنا تنطلق ان تشوف اي شيء انت مصممه كانه صار واقع قدام عينيك، او لو في عندك مبنى موجود وحابب تحتفظ به انه يكون شكل افتراضي، اهم موجوده هذه الخدمه عندنا. حياكم الله. اسلام ابراهيم، ماركتنج مانجر بمصنع قطامي للمواد العازله. المصنع بتاعنا بينتج الواح الهوردي والواح الساندويتش بانل وكل حاجه خاصه بالثيرمال انسوليشن. متاح لنهايه ديسمبر 2022، خصومات ممتازه جدا على الواح الهوردي الثابت والمتحرك. ممكن تزورونا في مصنعنا بصبحان الصناعية أو بمعرضنا بالشويخ. شركة تيسير العالمية للمقاولات العامة للمباني، نتشرف فيكم جميعا. إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح نستلم فقط 25 قسيمة لأهالي مدينة المطلع وجنوب عبدالله المبارك خيطان الجديدة، وعندنا عرض مميز جدا لأصحاب القسائم اللي حاب يبني على فلوس التسليف.
راح يكون عندنا عرض مميز لعشر قسائم فقط، ونشرف فيكم جميعا إن شاء الله. مساكم الله بالخير، معكم ماهر لبان مدير معرض كازابيلا علي الغانم للمطابخ والتجهيزات والحوائط والأرضيات بكازابيلا. نحن عنا عروضات مستمرة لغاية آخر الشهر شهر 12 ولنص شهر يناير. نتأمل تشوفكم على معرضنا وحياكم الله. مرحبا، معكم المهندس يزن زهران، مهندس معماري خبرة 4 سنوات وبيم كوردينيتر معتمد من شركة أوتيديسك. أعمل حالياً في مجال الهندسة المعمارية والتنسيق مع التخصصات الهندسية. شركة التنديل الكويتية شركة بتسمح لك تبني مشروعك على الجهاز قبل تنفيذه في أرض الواقع، بحيث أنك تتفادى جميع المشاكل اللي ممكن تحدث في الواقع، وبالتالي تريح العميل من حدوث هذه المشاكل، وبالتالي بإمكاننا نبني المشروع مرحلة مرحلة مع العميل بحيث يعيش أجواء البناء قبل حدوثها في أرض الواقع، وبالتالي نتفادى جميع المشاكل اللي ممكن تحدث في مرحلة الـ 3D والـ 4D والـ 5D. شكرا. شركة سكالز جروب للمقاولات العامة، نشاطنا أعمال تصميم ديزاين أند بيلت، أعمال هيكل أسود إذا كان مصنعيات أو مواد، أعمال تشطيبات. المقر الكويت، منطقة الصلاحية شارع علي السالم، برج الجوهرة، الدور 7. مع حضرتك محمد ياسين من شركة تشطيباتي. احنا شركة مميزة في الديكورات الداخلية والخارجية، هي شركة رائدة في مجال الديكور. عندنا في حاجات كتير متنوعة زي بديل الخشب، بديل الرخام. ان شاء الله في عروض معنا متواجد لحد نهاية المعرض. مهندس سامح فرج من شركة بروجكت زون للمقاولات العامة للمباني. احنا بنشتغل قسائم ومجمعات من حفر، تدعيم، هيكل أسود، جميع أنواع التشطيبات، تسليم على المفتاح. وعندنا عروض لآخر السنة من خلال معرض الصناعات والبناء، خصومات مميزة، جودة عالية، إن شاء الله ننال رضاكم. شكرا. معرض الصناعات والبناء 11 من 12 إلى 15 ديسمبر 2022 بفندق الجميرة بدولة الكويت، برعاية مؤسسة الرعاية السكنية.